اوكي، مرحبا شباب، كيف حالكم؟ معكم راني. طبعا اليوم للتو وصلتني شو اسمه قطعة جديدة للتلسكوب، واللي هي طبعا نظام قديم بس انا بحساب، بس انا حبيت احكي عنه وقلت يلا معليش. اوكي، فهو انه كيف انا اركب عدسات اللي هي قلب الانش من بعد 5% 4% من الانش. اوكي، بنحطوها هن 0.965 انش 0.965 للانش. اوكي، يعني 965 في الالف من الانش. اوكي، فكيف هاي من ركبها على عدسات او على منور بالتلسكوب بياخذ، او بالمنظار الفلكي بياخذ شو اسمه انش ربع. اوكي، وبالتالي بتقدر بعدين، انا صار عندي كمان كيف اركبهم كلهم مع بعض، اللي صار عندي كمان ادابتر من تحولها من الانش ربع للانشان. اوكي، فصار فيني احط الانش على فتحه الانشان بكل رياحه. هلا راح افرجيكم شو بعمل انا. هلا انا ما مع التلسكوب، بس في طريقه سهله وحلوه ممكن تتعلموها مني، اللي هي كيف انه اجرب يعني اذا بتمشي بالقياس ولا لا، وهذا المقصود انه اذا بتشتري الشغله تعرفها مظبوطه ولا لا. طيب، هلا اشتريتها من عند شو اسمه علي اكسبرس، على المتجر اللي اسمه بعلي اكسبرس مسجل، بس بعلي اكسبرس اسمه اس بي بوني، واس بي بوني شركه واضح انه منافسه بقوه، بما يعني قدام حيتان التلسكوب مثل سيلسترون وميد وراين عرفت شو. فهي شركه صينيه، وحتى هي مش صينيه، صينيه بسنغافوره متواجده. فالفكره انا حاعطيكم كيف بجرب. هلا اول شيء طبعا احنا الفتحه تبعت العدسه تبعت الانش، خلينا نقول الانش بكون اهون شوي عشان الحديث بس. اوكي، فما هي دوب، فالعدسه الانش قد فتحتها تمام، هاي فتحتها. هلا شايفين صغيره، وحتى هاي اللي معي بلاستيك، في منهم بكون هون الشقفه تبعتهم، الشقفه هون تكون حديد. حتى انا هذا اللي بعني اياها العدسه، عدسه الانش على اساس اعطيني فلتر كرمالها، بس اعطاني فلتر ما بركبش عليها. اوكي، انا على اساس براضيني يعني بيعطوها هي ببلاش فلتر القلم، كيف هي حتى بلاستيك يعني، حتى هيك يمكن بلاستيك، حتى الازازه هون يمكن مش ازاز بلاستيك، هي حتى من المسار الازازه بلاستيك، حتى يعني العدسه نفسها بلاستيك، كلها بلاستيك بلاستيك. اوكي، مش عارف، هلا انا مش مضطر عليهم، بس عم بحاول انه يعني اعطي افكار شو في بعالم المناظير الفلكيه، شو بيستعملوا، شو العده كلها. لسه ان شاء الله بعد في عده يعني غريبه عجيبه بتشوفوها. اوكي، في عده للاختبار، وفي عده لل حتى للتصويب، يعني كيف عملت من يومين عن الايذاء. اوكي، ايذاء التلسكوب الكوليميشن، ففي كمان بعد لل طيب انا بس عم حاول شيلها من الكيس. اوكي، فهي عم حاول احطها، بتجيش على قدها بالمره، حتى بعد لي اياها بدو ما تجي على قدها. اوكي، يعني ما فيش الا برغي يا جنبها الى جنب، يعني اسلام برغي ما تركبش، مش عارف. على كل، هلا نرجع لموضوعنا الاساسي. انا بعرف عم طول عليكم، بس عم حاول افهمكم انه في هاي شغلات موجوده. يعني اذا في بعض المعلومات انا طبيعتي هيك شو عارف. المهم، فهاي هون العدسه اكيد. هلا اذا هون بدي احط هاي بارلو لانس، اذا طلع بارلو لانس الاصليه تبعي سيلسترون، بتجي عشان تطلع عدسات كبيره مش صغيرة. حتى إذا جت مع صغيرة، يعني أنا بس عم حاول أحدق الكلام. المهم، طيب فيش تحليل، ف هي هو مكتوب عليها بارلو، هي البارلو الأصلي، هي المفروض تضعف لك قوية التلسكوب. هي أنا هون في لقطها، هي الأساس أنا حغطيها، مش الأحسن أضيع على القطيع. طيب هلا بتيجي تحطها اكيد، وليك الكلام انا عارفه بايخ، بس خليني افرجيكم. يعني هذا بتيجي تحطها، انت المقصود انك بدك تحطها، لانه ايه بتجرب بتحط هذا بس ما بتقعدش معك، عرفت كيف؟ بعرفش انا هون يمكن كمان كانه بدها تقعد، تمام؟ يعني شكله هيك، بس مش مزبوط هذا الحكي، وطلع كيف بتصير مواربه معك. فاكيد بدك تحط لك ادابتر يعني بالاول والاخر، فهذا هو الادابتر اللي بنستعمله الحوالي هيك. حط الحوالي بقلبها هيك، هاي الحوالي بدنا نعرف القياس اللي هون من جوا بيجي انش، كيف ابو الانش، وهي هون الانش ربع. كيف هاي بدخلها، هاي بتاخذ انش ربع. كيف طبعا بثبتها، بنثبت عليها، وهون هذا البرغي مشان يثبت العدسه اللي هون. خلص طلع كيف 10000، وبعدين
تستدعي عشان هاي ضايع في عدد ساعة إن شاء الله. بس هيك نعمل إحنا الإنشو ربع مع الإنش، أوكي؟ في وحدة تانية بالعكس بتأخذ إذا كان عندك عدستك شو اسمه مخرج مدخلك مدخل يعني المنور اللي بيدخل فيه العدسات هو إنش إنش وبدك تحط عليه عدسة إنش ربع. هاي لا شو بدي فيها هاي؟ أصلاً 11 بس بعد إذا بعد حدا عم تشوفوه هيك أعرفوا إنه هذا بعده بالنسبة أنا حسب ما بفهم يعني ما بعرف عم استعمل تلسكوب نظام قديم رخيص تبطل العالم عايشة الإنش ربع وطلوع، أوكي؟ ويمكن هلا مع السنين كان حتى يصير يعملوا لك عدسة يعملوا لك أنظمة تصير ترخص، أوكي؟ وتصير تستعمل عدسات 3 إنش مع الوقت، أوكي؟ بس تصير التقنيات أحسن وأحسن، أوكي؟ مثل ما بصير في العالم الكمبيوتر. فهذا هو عن عدسات الإنش، أوكي؟ وهي أنا معلم عليهم حتى لأنه الكتاب يحط عليهم هو جاي إنه وين هي مكتوب عليها الكلنر، بعدين نظام كلنر يعني قصة العدسات اسمه كلنر. كنت أروح عنه عشان أنا لحد هلا بعرف شو الميز بيناتهم. في وحدة اتش على اسم حدا وكلنر على اسم حدا يعني كيف بالقصة. هي مكتوب هون تشوف في حرف كتابة هون تمام مكتوب عليها هي حتطلع روح لتبين معك. اوكي 25 ملي فمشان هيك جيت لزقت عليها لزقات هيك صغار بايدي وكتبت عليها عشان اميزهم. فعندي هي هون تنتين تانيات تمام هي هون حتى على العلب عيرتهم يعني هي 16 اوكي هي 16 حتى وهيدي 6 تمام هاي فتحات حتى يعني هاي فتحة الأي هاي 16 هاي شايفين كيف والستة بتجي أزرق أكيد يعني وهاي الستة ماشي هاي فتحة عشان كيف تصير أزرق وهذا كل شيء يعني مش أكثر ان شاء الله بنبقى نصور عليه هون نعمل قصه جديده عليه هون عندي بالشغل سبحان الله المهم ف الانترنت شوي اسرع من البيت ف ان شاء الله بنجيكم تست عليه هون اليوم ان شاء الله بتكون الانترنت ال شو اسمه كيف تقول اليوم بكون ال جو صافي اوكي وفينا نجرب هاي العدسات على المحول وكل شيء وهذا هو ما يعني حتى يعني بتوقع انه ما استعمل البارلونس اذا صادف اوكي بس ما بظن اوكي انا عاده بس استعمله انت بتغير من طريق لطريق يعني من قياس لقياس بصير تبعد الشغله عنك اوكي بس ما بظن اوكي دائما من الكبير للصغير ما بظن بدك بارلانس بالقلب بصير بدك بارلانس عشان بصير تجيب الصوره من جوية التلسكوب يعني تشبطها لبرا اوكي شفت بصير زي شفاط البارلانس اوكي بدل ما ادخلها برا طيب ان شاء الله بنشوفكم على خير والسلام عليكم.